السلام عليكم أهلي وناس وأصحابي وأصدقائي، أخباركم إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين. والله أنا حاجة تحزن وحاجة تبكي. يعني النهاردة أنا دخل عليا تلات سيدات فضليات، ستات محترمة صغيرة في السن في أواخر العشرينات، وبسأل الأستاذة نتكلم عادي كده في الدنيا وفي لقيتها برضو التلاتة. أنا مش عارف الحكاية دي كترت قوي مطلقات. يعني تخيل ست بنت في العشرينات ومطلقة. أنا ما بقتش بشوف ستات غير مطلقة. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا بجد ظاهرة مش طبيعية، وأنا اتكلمت عليها بقالي 3 4 سنين، ظاهرة مش طبيعية. فإحنا أنا يعني إيه دلوقتي انا بتكلم، يعني ده انا مش عارف هل اولادنا، هل نشأة الام هو السبب في اللي بيحصل ده؟ هل الام هي السبب في اللي بيحصل؟ ما انا ملاحظ حاجة، انا ملاحظ 24 ساعة الدنيا بقت غريبة قوي. يعني ما 24 ساعة الاولاد سواء بنات او صبيان على الموبايل كده، ويمكن انا بقيت كده برضه. ما انا مش عارف السرطان ده رب، يعني زي ما ليه فوائد ليه ضرر. فيمكن الام بالطريقه دي يعني ما عرفتش تربي اولادها او تربي بناتها. فاصل الزواج ده فن. فن ايه؟ فن التعامل مع الناس، فن التعامل مع شريكه حياتك. يعني او وانت تتعاملي مع شريك حياتك ازاي؟ ما انا اما يبقى شاب او شابه من اول وهم صغيرين جدا طول النهار عاملين كده 24 ساعه، يبقى الشاب ده نمسك من الاول خالص من وهو صغير، لا بيرتب اوضته ولا هي بتنظف اوضتها ولا بتساعد والدتها، ولا هو بيساعد يجيب عيش من بره مثلا ولا يجيب حاجه من بره ولا. طب ده هيبني المجتمع ازاي؟ او هي هتبني المجتمع ازاي؟ ما هو لازم مع اول شريك، اول تضاد مع شريك حياتك يحصل مشاكل، يحصل انفصال. إذن أنا بعتبر إن الأم هي السبب. فلازم فعلا القائمين على العمل يتدخلوا في الموضوع ده. يعني مثلا إذا كانت الأم تجهلت في السنوات اللي فاتت دي كلها، بقى لها 30 40 50 سنة، جهل مش جهل علاه، ممكن تكون متعلمة ولكن ما عندهاش فن تربية الأولاد، ما عندهاش إزاي تخليهم يعتمدوا على نفسهم. يا جماعة شوفوا الدول، شوفوا الصين، في الصين في المدرسة فعلا، وفي اليابان والحتة دي ما فيش عمال نظافة، الأولاد هم اللي بينظفوا يمسحوا ويكنسوا والحمامات، بيعودوا الولد على الاعتماد على نفسه. احنا فين من ده كله؟ انا والله العظيم دي مصيبة كبيرة. احنا فين؟ يعني الأم اتجهلت وخلت بنتها طول النهار قاعدة على كده على التليفون، وابنها قاعد لا بيساعد والدهم ولا بتساعد والدتها. طيب وهي طول النهار قاعده على التليفون، اما تيجي تتجوز هتتجوز ازاي؟ هتبني اسره ازاي؟ هتعمل مجتمع ازاي؟ هتطلع نشأة تربيه ازاي؟ انا عندي حل سريع، ويا ريت القائمين على العمل ياخدوا بالهم من الحته دي. ليه ما نفرضش مثلا ممنوع الزواج الا مثلا دوره تدريبيه كل مدتها 6 شهور، دوره تدريبيه مدفوعه ب 500 جنيه، 200 جنيه، 300 جنيه، ما محدش يكتب كتابه الا بالدوره التدريبيه دي 6 شهور للبنت والولد. البنت تتعلم ازاي تعامل زوجها، وايه اللي ليها وايه اللي عليها وكل، حتى الطبيخ. والولد يتعلم ازاي يعامل شريكه حياته، وايه اللي ليه وايه اللي عامله، ومفروض يجيب ايه، ومفروض يشتغل ويوفر للبيت اكله ويوفر للبيت الفلوس وهكذا. ما بال الام فقدت وظيفتها هنا؟ معنا مش معقوله الكم، اكيد في خلل في المجتمع اللي خلى بنات، وبنات ايه، في بنات جميلات ومتطلقوا معاها ولد وفرحانه ماشيه، وطبعا لازم تبقى لابسه النضاره السوداء زي حالاتي كده، ما بلبس النضاره السوداء وانا ماشي، لازم دي الايامه. ما انا مش عارف ده ايه، انا مش عارف ده ايه يا اخوانا. انا في فيديو عامله لسه ما نزلتوش على فن التعامل مع الناس.
انت لو مش هتعرفي تتعاملي مع شريك حياتك مش هتبني اسره، وانت لو مش هتعرف تتعامل مع شريك حياتك مش هتبني اسره، لو انت مش عارفه اللي ليكي واللي عليكي مش هتبني اسره، وهو لو مش عارف اللي ليه واللي عليه مش هتبني اسره. ما هي الاسره ديت اللبنه لبناء المجتمع، يعني الطوبه الحمراء لبناء السور اللي هو المجتمع. لكن انا بشوف العمليه والله يا اخوانا، انا يا جماعه، يا علماء الاجتماع، يا علماء النفس، يا اللي سايبنا حايسين، ارجوكم اطلعوا اتكلموا قولوا حاجه. اقسم بالله نسبه اكتر من 85%، طب وكتاب الله اكتر من 90%، 95% من الشعب المصري متطلق. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، ما ينفعش. ادرسوا الظاهره، وانا ايه رايكم في اللي انا قلت لكم عليه، مباني الام ثابت وظيفتها الاساسيه اللي كنا بنشوفها زمان ايام امي وامك، خلاص القائمين على العمل يعملوا في كل محافظه مكان تاهيل. مش في عندكم اماكن للاسره في اوضه يتدرب فيها الولد ويتدرب فيها البنت اللي ليه واللي عليه، علشان اما يتلاقوا مع بعض ما يبقاش تصادم، ومن اول مشكله تقول له انا هخلعك، وهو من اول مشكله انا هطلقك، والاثنين خسرانين يا جماعه. هي صحيح مكسب كويس قوي للست، لكن والله مكسب ما بيدوم، ما بتاخد عفش وبتاخد خبكه وبتاخد وبتاخد وبتاخد، وهو بيتبهدل، لكن والله ما بتدوم، وهو بيقدر يقف تاني ويتجوز تاني ويعمل اللي عليه تاني. لكن مش كده يا جماعه، ارجوكم، والله ده اسمه انهيار مجتمع، ده اسمه انهيار مجتمع. دمتم بخير.